الرئيس عدلي منصور يبدأ غدا أولى فعاليات الحوار المجتمعي بشأن خارطة الطريق. الهيئة العامة للاستعلامات تنظم ندوات موسعة للتوعية بالدستور في المحافظات. سويسرا تقرر مد فترة تجميد أموال رموز نظام مبارك وبن علي لثلاثة أعوام إضافية. تأجيل محاكمة 26 متهما من طلاب الأزهر في قضية اشتباكات المدينة الجامعية إلى 25 من ديسمبر. مؤشر البورصة يسترد جميع خسائره منذ يناير 2011 ويرتفع اليوم بنسبة 5%. وفاة الفنانة زهرة العلا عن عمر يناهز 80 عاماً.